الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مونديال قطر 2022. بصراحة ما كنتش ناوي النهاردة أطلع أعمل حلقة، ولكن في موضوع استفزني جدا وموضوع لازم أطلع أتكلم فيه، لأن الموضوع خد حجم أكبر من حجمه. سمعته بيتردد أكتر من مرة، بدأت أقراه حتى على السوشيال ميديا، بدأ الجمهور المغربي حتى وصل له ويرددوا. إيه يا جماعة موضوع السحر المغربي وإن المغرب عاملة سحر؟ يعني المغرب لو عاملة سحر كان نفعها في 2018 ما كانش خرج من دور المجموعات بجون. المغرب لو عاملة سحر ما كانش هيبقى عندها سكواد زي ده، بيلعب ياسين بونو في اشبيليه، اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، يالماك بلد الوليد، روبن سايس بكشتاش، نصير مزراوي بايرن ميونخ، سفيان مرابط فيورنتينا، حكيم زياشي تشيلسي، انجر الفرنسي، اوناحي وبوفال. الفريق كله بيلعب في اوروبا يا جماعه، الفريق كله بيلعب في اوروبا، الفريق كله عايز يعمل حاجه، الفريق عايز يقدم حاجه في كاس العالم، الفريق كله مموت نفسه عشان الناس دي اتظلمت قبل كده وعايزين يعملوا حاجه السنه دي في كاس العالم. سحر ايه؟ سحر ايه منه لله اللي دخل العقليه دي في عقل الناس؟ يعني ايه تيجي تقول ان المغرب عامله سحر؟ يعني المغرب مش مجتهده؟ يعني المغرب ما عملتش نظام وفوزي لقجع حط نظام ومشوا عليه وقدر يجيب لهم حقهم وقدر يجيب لهم اكتر من حقهم وقدر يدافع عنهم ويدافع عن انديتهم ويدافع عن القماشه الصغيره بتاعت اللعيبه ويبعت اللعيبه تلعب في اوروبا؟ كل ده المغرب ما عملتوش وعملت سحر. ارحمونا 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 وفكروا صح عشان نطلع خطوة واحدة لقدام. نرجع تاني لتشكيلة المونديال اللي اخترناها بعد دور الستاشر. في اسامي هتغادر من القايمة وفي اسامي هتخش القايمة. ثلاث اسامي اللي هيغادروا من القايمة الاساسية هما سايس ودمفريز وجونزالو راموس، وهيخش مكانهم اليميق ويحيى عطية الله ويوسف النصيري. التلات اسامي اللي اخترتهم في التشكيلة الاساسية هيبقوا مغاربة. يعني هنلعب بياسين بونو في حراسة المرمى، قدامه اتنين مساكين جفارديول واليميق، على اليمين اشرف حكيمي، على الشمال يحيى عطية الله، في نص الملعب هيلعب سفيان مرابط، قدامه اتنين اوناحي و بيلينغهام المغادر من كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي، قدام ثلاث مهاجمين ميسي ومبابي موجودين معانا من الجولة اللي فاتت، ويوسف النصيري هيلعب مهاجم طبعا بعد الارتقاء 2 متر 78 سنتي، يعني حاجة خرافة بصراحة، ارتقاء عالمي ليوسف النصيري. فدكة البدلاء ففي أسامي كتير هتغادر وأسامي هتخش مكانها. هيغادر كاجبو، ثيو هرنانديز، وفينيسيوس جونيور، رافينا، لوك شو، وريتشارلسون، وفي الفودن. وهيخش مكانهم ولأول مرة هختار اتنين حراس مرمى على دكة البدلاء، فهيبقى معايا إيميليانو مارتينيز وتشاوميني، برونو فرنانديز، لوكا مودريتش، ويغورست المهاجم الهولندي اللي نزل حط جونين في مرمى المنتخب الأرجنتيني، إنزو فرنانديز الأرجنتيني، حكيم زياش، ونصير مزراوي، وجريزمان، و ليفاكوفيتش. في النهاية لو عجبك المحتوى والفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة. كان معاكم كريم علاء، اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.